ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفيني اعملي لي اشتراك للقناه، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. انا الايام دي بنزل فيديوهات كتير قوي عن الجهاز، اعملي لي الاشتراك عشان يوصلك اي اشعار انا بنزله بفيديو جديد، عشان هشارك معاكم كل حاجه الايام الجايه. وتعالوا بقى نبدا في مشترياتنا النهارده مهمه جدا جدا، العروسه تجيبها مهمه قوي، وهقول لكم كل حاجه مهمه ليه. بس انتوا تابعوا كده معايا الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو طبعا حطي لي احلى لايك في الدنيا وكومنت عسل برايك، عشان انا بتشجع جدا بالكومنتس وباللايكات بتاعتكم، بتشجعني ان انا اصور فيديوهات اكتر واكتر. يلا بينا كده نبدا على اول حاجه معايا. اول حاجه معايا بنات، وهي ورق الفويل. ورق الفويل ده ما ينفعش اي واحده ابدا تستغنى عنه. هتقولي لي ليه؟ هقولك، اولا تحفه جدا في الشوي. تاني حاجه، لو حطيتي مثلا حته لحمه فيه وحته كده فحم وكده جنبيها، يعني هتعملي احلى لحمه مشويه في الدنيا بدون شوايه. ودي كده وصفه كنت شايفاها على النت وكده. لو عايزه تحافظي على الحاجه سخنه لاطول فتره ممكنه، ده هيحافظ لك على الحاجه سخنه. لازم يكون عندك لفه ورق فويل، لازم لازم لازم. انا عن نفسي جبت لفه كده، ما رضيتش اكتر يعني، اول ما تخلص باذن الله هكررها تاني، هجيب لفه تانيه. وهو تحفه يعني بصراحه، ما ينفعش اي عروس تستغنى عنه. فدي كده كانت اول حاجه معايا. تعالوا بقى نشوف تاني حاجه معايا، وهي دي. ده اكياس الثلاجه يا بنات. اكياس الثلاجه بقى استخداماتها متعدده متعدده متعدده، بتحفظي فيها اي حاجه وتقفليها. هي يعني تعتبر هي اكياس اللبن يعني، تمام. بصوا ده شكلها، يعني هي بتيجي كده مع بعض، لفه كده كبيره مع بعض، هو ده شكلها اصلا. يعني هي اللفه دي محطوطه في كيس من الاكياس بتاعتها، تمام. ده بقى بدل ما تكركبي الدنيا واكياس مثلا ملزقه مش عارفه ايه، بتحطي كل حاجه كده في اكياس الثلاجه، وتقومي حطاها في الثلاجه، في الفريزر، في شويه مثلا بتوم مهروس عندك تحطيهم، حاجه كده عايزه تحتفظي بيها تحطيها جوه كيس الثلاجه. يعني استخداماته بصراحه كتيره جدا، واستخداماته حلوه. ممكن تحطي واحد وتقومي قافلاه وتحطي فوقيه واحد تاني عشان بس التلزيق، لو عسل اسود عسل ابيض كده. فاستخداماتها كتيرة جدا جدا. ويا مثلا عايز تاخدي حاجة معاكي في الشنطة، شنطة كبيرة مثلا مسافرة بتاع، بتاخدي منهم شوية كده حلوين، هينفعوكي برضو طول الطريق. من الحاجات اللي بجد بجد لازم تكون مع كل عروسة داخلة، ما تقدريش ابدا تستغني عنها، بالذات لو انت ست بيت شاطرة. قوليلي الاستخدامات بتاعتها برضو تحت في الكومنت. دي كده كانت تاني حاجة معايا. وبعد كده معايا بقى حاجة مهمة جدا، دي كده يا بنات الفوط اليومية من كيرفري. بصوا هي فيها كده 20 واحدة، تمام. هي قطن، قطن 100%. عايزة بس اقول لكم استخداماتها. بصوا يا بنات، هي دي ب35 جنيه مبدئيا، هتلاقوها في اي صيدلية. في انواع منها، في نوع اولويز، وفي كيرفري، وفي بقى اللي هي كومفورت، حاجة زي كده يعني، تمام. انا حبيت كيرفري، لقيت عنها يعني لقيت ناس كتير قوي قوي بتشكر فيها. مش عارفة افتحها لكم، معلش كنت عايزة اوريهالك شكلها من جوه. انا دي هستخدمها في ايه؟ انا من النوع اللي بحط مناديل دايما، ما بحبش مثلا البانتي بتاعي يكون مبلول، فبحط مناديل دايما. بس وقت الخروج المناديل بتفرول كده وبتضايقني جدا، وبحتاج ان انا افضل كل شوية احط مناديل. دي بقى هتريحك في النقطة دي، هتحطي واحدة وتخرجي وانتي مطمنة، وانتي مش حاطة اي حاجة في دماغك، هتروحي البنت بتاعك نضيف. مش هتلاقي فيه اي حاجة خالص، هتلاقي نضيف. هاخدها معايا طبعا طبعا المصيف، ليه هحتاجها كتير جدا يعني، استخداماتها كتير قوي يا جماعة بجد. نازلة وهتعرقي ومش عارفة ايه وكده، بتاخديها معاكي. راح تبيتي عند حد بتاخدي اتنين تلاتة معاكي، لو مثلا معكيش بانتي زيادة كده. دي هتريحك وهتهدي كده نفسيتك بجد، الحاجات دي بتفرق جدا في النفسية. وكمان دي من اساسيات النظافة الشخصية. انا جبت 20 كده مبدئيا، لان انا هستخدمها في الخروج، وانا ما بخرجش اصلا كتير، من النوع اللي ما بخرجش كتير بسبب خطيبي يعني، اللي متابعني من زمان عارف الحبسة السودة اللي انا فيها. ف
فبجد بجد من الحاجات اللي لازم تشتريها في جهازك وهتنفعك جدا جدا. وترجعي تقولي لي يا ميرا انا ما كنتش مقتنعه بالكلام ده، بس اول ما جبتها لقيتها نفعاني قوي قوي. فدي كده من الحاجات اللي لازم اي عروسه تشتريها. تعالوا نشوف ايه بعد كده، نبعد بس ده كده عننا. من الحاجات بقى اللي مهمه قوي 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 وهي الاولويز. اولا انا بموت في الاولويز دي، هي قطن، بص مكتوب عليها كوتون سوفت، هي قطن وناعمه جدا جدا، ما بتسببلكيش اي تسلخات. هي الزي فيها 16 قطعه، فيها اعداد كتيره جدا. على فكره ال 16 قطعه دول بيكفوني بيريود واحده بس، انا من النوع اللي بغير كتير قوي 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 فهم تتخيل، ممكن 3 4 في اليوم، وساعات بحتاج واحده تانية عليها. هو ده كان عرض كده الاثنين مع بعض، كان سعرهم كويس بس مش عارفه سعرهم كان ايه بالامانه يعني. طبعا انت هتقولي لي انا داخله على جواز ومش عارفه ايه احتاجها في ايه وكده، يا جماعه انت مش ضامنه، انت مش ضامنه تاني يوم الفرح اصلا ممكن تجيلك، تالت يوم الفرح يعني مثلا رايحه مصيف بعد الجواز شهر العسل هانيمون يعني ممكن تجيلك اي وقت. لازم يكونوا عندك، لازم يكون عندك اولويز مع اي وقت. اذا كان احنا بنقول في شنطه الطوارئ لازم تاخدي واحده معاكي احتياطي حتى لو مش معادها. يا جماعه الحاجات دي بجد لو البيريود جاتلك في وقت انت مش محضره نفسك فيه بتبقى كارثه، بتبقى كارثه كبيره جدا. انت بتتحرجي وبتحصل مصايب اول ما تحسي ان في حاجه تجري على دور على التويلت وتحطي واحده. فبجد من الحاجات اللي لازم اي عروسه تدخل بيها علبتين كفايه جدا. شايفه ان هم 32 قطعه باد، فمناسبين جدا كويسين جدا هينفعوكي قوي. وبس كده ده كده يعني بالنسبه للكلام عن البيت. تعالوا كده نشوف الحاجه اللي بعد كده معايا. بس بجد بجد يا بنات الحاجات اللي قلت عليها دي النهارده ولسه هتكلم عنها من اهم اهم الحاجات اللي انتوا لازم تجيبوها. تعالوا نشوف ايه اللي بعد كده معايا. بصوا دول يا بنات مناديل المطبخ اللي هم الطوال. طبعا اللي شاف مشترياتي التركي عارف ان انا جبت الكنبه الصغيره دي اللي بتحط فيها المناديل الرول الطويله دي. بصوا هي مناديل طويله كده 120 في 2 طبقه، مكتوب عليها مناشف مطبخ اسمها رينجي ريجنسي من فاي. تمام، اعتقد انا سمعت ان مناديل فاي حلوه جدا، ما جربتهاش اول مره اجرب مناديل فاي، فسمعت يعني انها كويسه. هي منقوشه كده من جوه، لازم طبعا تتجاب يعني دي مناديل مطبخ اكيد 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 لازم تجيبوها. جبت منها كده 4 قطع، انا معايا مناديل كتير جدا بس بتوع المطبخ 4 قطع غير اللفه الطويله اللي انا وريتها لكم، وريتها لكم في فيديو قبل كده هتلاقوه نزل من قريب يعني مش من بعيد. وبس كده يا حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. لو استفدتوا من اي حاجه جوه الفيديو يا ريت تقولوا لي في الكومنت، وتعملوا لي احلى لايك في الدنيا والاشتراك عشان تتابعوا معايا مشترياتي اول باول. وباي يا حلوين.